يشارك نحو 14,000 جندي أمريكي بمناورات عسكرية مع القوات البحرية اليابانية بحسب بيان صادر من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وأعلنت البحرية الأمريكية أن هذه المناورات تتم بمرافقة قطع بحرية أبرزها حاملة الطائرات رونالد ريغان وثلاث مدمرات قاذفات للصواريخ. وأضاف بيان للبحرية الأمريكية أن هذه المناورات السنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والأمريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية.